جولة لدحض أكاذيب صحيفة التلغراف البريطانية. يقول وزير الأشغال اللبناني بعد التقرير الذي تحدث عن تخزين حزب الله الأسلحة في المطار. في أكبر هجرات التخزين جال الوزير وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لتفقد شحنات الاستيراد، وخصوصاً في الهنجار الذي تحدثت التلغراف أن فيه صناديق من إيران. هذا تشويه لسمعة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، وبالتالي عم نعمل دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية حول الإجراءات القانونية اللازمة التي سوف نتخذها بحق تلك الجريمة. الجولة في المطار شملت المخازن والمدرج ومحيط المطار لاطلاع الصحفيين والسفراء العرب والأجانب على الإجراءات الأمنية والمعايير المعتمدة في آلية عمل المطار. وبعد الجولة أكد السفير المصري في لبنان دعم لبنان بظل ما يمر فيه. زيارة السفراء إلى مطار بيروت هي رسالة دعم لحضراتكم وللدولة اللبنانية ولما هو قادم من إجراءات. نسعى جميعا، احنا بنحاول نخلق مناخ، هذا المناخ يكون مسهل ومساعد على التهدئة. بعد تقرير التلغراف سادت موجة من القلق بين صفوف المغتربين، ولم ينفي وزير السياحة إلغاء حجوزات إلى لبنان دون أن يحدد أعداد أو وجهات من لغوا رحلاتهم إلى لبنان.